شارع آمن للجميع هو شعار الحملة التي أطلقها المركز المصري لحقوق المرأة لمواجهة التحرش الجنسي في المجتمع، وهو جزء من اهتمام واسع لدى مؤسسات المجتمع المدني بمواجهة الظاهرة التي يرصدون تزايدها يوما بعد يوم. احنا بدأنا نرصد المشكلة دي من فترة طويلة، من حوالي 4 سنين، انها بدأت في تزايد الى حد الظاهرة من كتر الشكاوى اللي كانت بتيجي من المركز. الحقيقة كانت النتائج الدراسات بالنسبة لنا صادمة، لان الدراسة المسيحية الاولى اثبتت انه اكتر من 80% من النساء تعرضوا للتحرش في اماكن متعددة وفي أوقات مختلفة. مظاهر التحرش بحسب المراصد الحقوقية أخذت أشكالا متعددة، سواء كانت مباشرة كالتحرش في زحام الشوارع وفي وسائل المواصلات وفي أماكن العمل، أو بشكل غير مباشر كالتحريض على التحرش كما يحدث في بعض أغاني الفيديو كليب والمشاهد السينمائية. الحملة الحقيقة موجهة لكل فئات المجتمع، للشباب والرجال بالدرجة الأولى، للبنات اللي بيتعرضوا للمشكلة أو اللي ما بيتعرضوش للمشكلة، للقضاء في مصر علشان ما يتسامحوش مع هذه الأشكال من التعديات، للأمن، لوزارة التربية والتعليم علشان نقدر ندخل أفكار ومواد توعية للطلبة والأطفال. مشكلة التحرش في الشوارع بقت زيادة جدا اليومين دول. أنا بشتغل تقريبا بشكل يومي بتعرض له بكافة الأشكال، يعني تتبع كلام، معاكسات كلامية، في تتبع بملاحقات بالعربيات، كل حاجة، يعني كل حاجة موجودة دلوقتي. صور التحرش في كل مكان، يعني في الشارع، في المواصلات، في الجامعة. أنا فعلا تعكست في الجامعة وكنت أودي واحد يعني للأمن، حسستني أن أنا واقفة في شارع على ناصية، مش في جامعة محترمة ولا في مكان تعليم وليه احترامه. أنا واحدة من الناس بتعرض بشكل يومي لأكتر من مرة لتحرش في الشارع. لما الكلام يوصل أنه هو كلام جنسي فج جدا، بيبقى النظرة مختلفة خالص، ده بيسيب فعلا أثر سيء جدا عليا لدرجة في بعض الأحيان أنا بكره نفسي. إحنا بنتلقى شكاوى في المركز، والحملة نجحت بدرجة إن خلت جهات متعددة تتضامن معانا، سواء جمعيات أهلية أو رسمية. مجلس القومي للمرأة بتلقى شكاوى، جمعيات أخرى في كل محافظات مصر بتتلقى شكاوى. وتؤكد المراكز الحقوقية أنه لا يمكن تحديد حجم ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع على وجه الدقة، وإن كانت تلك المراكز تعج بمئات الشكاوى من ضحايا التحرش. الوصول إلى شارع مصري آمن في مواجهة التحرش هدف يمر بعدة خطوات، تبدأ بالتوعية الفردية والاجتماعية وصولاً إلى فرض نصوص قانونية واضحة تعاقب على هذه الجريمة، كما يقول منظمو تلك الحملة. من القاهرة أسامة يوسف، اليوم على الحكم.